أما في النقل البحري فقد استلمت الشركة الوطنية للملاحة البحرية ونقل البضائع باخرة لنقل البضائع والحاويات أقول ذلك تدعيما للشركة الوطنية بسفينة زيران يدخل في إطار المخطط الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة لاقتناء 18 باخرة. هذه الباخرة لتعزيز أيضا إمكانيات الأسطول الجزائري في نقل البضائع والحاويات هي يعني مجهزة كما قلت، وتأتي طبقا لمخطط يوافق عليه مجلس مساهمة الدولة لتنمية النقل البحري في الجزائر. هذا وأكد مدير النقل البحري بوزارة النقل أنه تم إعطاء تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات الوطنية لنقل البضائع بفرض أسعار تنافسية. هذه تعليمات تاع الوزير، هذه تعليمات صارمة التي أعطيت من طرف الوزير للمسؤولين اللي يشرفوا على هذه المؤسسات على أساس أنه يكون فيه تخفيض التكلفة ويكونوا كومبيتيتيف، يعني أسعارهم تكون تنافس الأسعار تاع الشركات الأجنبية. هذا بهذه الكيفيه بهذه السياسه نقدر اننا نسترجع المكانه تاعنا خاصه بالنسبه للسلع تاع الشركات الوطنيه.